السلام عليكم. لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الانتباه في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية إلى اختلاس البوليزاريو كالمساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف. وأبرز غوتيريس في تقرير نفسه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تلقت معلومات من منظمات غير حكومية بأن جبهة البوليزاريو قامت باختلاس المساعدات الإنسانية والمالية بالمخيمات. ويأتي هذا التأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة بعد إعلان مكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي أبلغ عن اختلاسات كبيرة لمساعدة إنسانية طيلة أكثر من 4 عقود من طرف قادة البوليزاريو والمسؤولين الجزائريين. وينضاف مضمون التقرير الصادر عن الأمين العام الأممي أيضا إن الخلاصات قطعية لتقارير التفتيش الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حول هذه الجرائم. وتمكنت عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف بطريقة ممنهجة ومنظمة واسعة النطاق في الإثراء الشخصي لميليشيات البوليزاريو والمسؤولين الجزائريين، كما تم التأكيد على ذلك في تقرير المكتب الأوروبي مكافحة الاحتيال.